حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا